أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأخبار، والبداية مع العناوين. حرس الثورة في إيران في بيانه رقم 3: اغتيال الشهيد هني تم عبر مقذوف قصير المدى برأس حربي من خارج محيط مكان إقامته، والمنفذ هو كيان الاحتلال بدعم أمريكي، والثأر لدمائه حتمي بعقاب شديد ينطف. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى 9 مقاومين استشهدوا بغارتين من مسيرتين في طولكرم. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، والقسام تستهدف ناقلتي جند من نوع نمر وجرافتين عسكريتين ودبابة ميركافا شرق رفح، وسريع القدس تقصف جنود الاحتلال في نتسري. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. وفي جبهة الإسناد اللبنانية، المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال على طول الحدود، وتعلن تنفيذ 2500 عملية خلال 300 يوم. أصدر حرس الثورة في إيران البيان رقم 3 حول العملية الإرهابية الإسرائيلية التي أدت إلى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. أكد فيه أن هذه الجريمة نفذت باستخدام قذيفة من مكان قريب من مبنى سكن هنية. وقال حرس الثورة أن العملية جرت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات، وأطلق من خارج محيط مكان استقرار الضيوف ورافقته انفجارات شديدة. وأكد حرس الثورة الإيراني أن كيان الاحتلال بدعم من الحكومة الأمريكية هو من خطط ونفذ العملية الإرهابية، وشدد على أن الثأر لدماء الشهيد هنية أمر حتمي، وأن الكيان سيعاقب عقابا شديدا. إلى الضفة الغربية، حيث ارتقى 9 شهداء في عمليتي اغتيال نفذتها قوات الاحتلال بصواريخ من مسيرتين. 5 من الشهداء ارتقوا بين زيتا وعتيل بقصف استهدف مركبتهم، فيما ارتقى الأربعة الآخرون بصاروخ طاردهم في طريق جبلي بين ضاحية أكتافا وبلدة بلعة شمال طولكرم. والشهداء 9 هم من قادة المقاومة في مخيمي نور شمس وطولكرم، والثاني منهم من قلقيلة. زفت حركة حماس شهداء طولكرم، وأكدت أن هذه الاغتيالات لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة، داعية إلى الاستمرار في طريق المقاومة والتصدي للعدوان. وفي بيان أكدت حماس أن هذه الاغتيالات ستشكل وقودا لاستمرار المسيرة المباركة التي لن تتوقف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن فلسطين. ودعت إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كل المحاور، وتكبيد حكومة الاحتلال ثمن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. زفت حركة الجهاد الإسلامي شهداء طولكرم وقلقيلية، في مقدمتهم مقاتلو سرايا القدس الذين ارتقوا بقصف من طائرات الاحتلال في عمليتين منفصلتين شمال وشرق طولكرم. وفي بيان أكدت الحركة أن هذه الاغتيالات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة ضد المحتل في كل ساحات المواجهة حتى تحقيق النصر والتحرير. وشددت على أن عمليات الاغتيال تأتي في سياق المسار العدواني الدموي الذي تسير فيه حكومة نتنياهو القائمة على سياسات القتل والإجرام. إلى غزة، حيث ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 31 شهيدا وإصابة 62 آخرين في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,550 شهيدا و 91,280 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. ميدانيا، أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.
القسام أعلنت كذلك أن مجاهديها يخوضون معارك ضارية من المسافة الصفر مع قوات الاحتلال وآلياته التي تحاول التقدم نحو منطقة زلاطة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وأكدت استهداف ناقلتي جند من نوع نمر وجرافتين عسكريتين من نوع D9 ودبابة ميركافا وهبوط الطيران المروحي للإخلاء. من جانبها أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتسري. كما عرضت سرايا القدس مشاهد من تدمير آلية عسكرية للاحتلال خلال توغل قواته شرق خان يونس. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية موقعي العاصي وحدب يارون وتجمعا لجنود الاحتلال في ميتات ومباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرتي شلومي وأفيفي. في المقابل استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق البازوري، ما أدى إلى ارتقاء شهيد زفته المقاومة الإسلامية شهيدا على طريق القدس وإصابة جريحين. هيدي هون على وادي جيلو. ينضم إلينا مراسلنا من جنوب لبنان أحمد عبد الله وكذلك من بغداد صلاح الخزاعي ومن إسطنبول مراسلنا محمود واثق. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد عبد الله لتضعنا في صورة آخر المعطيات الميدانية في الساعات الأخيرة لديك. نعم محمد، تشهد جبهة الإسناد اللبنانية تصعيدا لافتا مقارنة بالهدوء النسبي الذي شهدته هذه الجبهة في الأيام الماضية، إذ واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 6 عمليات حتى الساعة أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في بياناتها المتتالية. آخر هذه العمليات كان قبل قليل، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. من المواقع التي تم استهدافها من قبل المقاومة الإسلامية اليوم موقع العاصي المقابل لبلدة ميس الجبل، إضافة إلى مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة ميتات مقابل بلدة ترميش، أيضا مبنى يستخدمه العدو في مستوطنة أفيفيم، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين وتحديدا في بلدة كفر كلا يوم أمس. من المواقع التي جرى استهدافها أيضا موقع حدب يارون وكذلك مبنى يستخدمه العدو في مستعمرة شلومي، وذلك ردا على استهداف المدنيين في بلدة طير حرفة. هذا على صعيد عمليات المقاومة المستمرة إسنادا لغزة ومقاومتها. في مقابل هذه العمليات واصلت إسرائيل اعتداءاتها عبر شنها هجمات متنوعة بين غارات نفذتها عبر طائرات مسيرة أو طائرات حربية، إضافة إلى إطلاقها القذائف المدفعية على الأراضي اللبنانية المختلفة. أبرز هذه الغارات التي سجلت منذ صباح اليوم هي غارة صباحا على بلدة رب 30 من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، ثم بعد ذلك غارة على الطريق الفاصل بين بلدة البازوري وبلدة وادي جيل وقضاء صور، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وجرح آخرين. حزب الله نعى الشهيد علي عبد علي الذي هو من مواليد عام 1984 من مواليد عيتيت، ارتقى على شهيد القدس ويجري في هذه الأثناء مواراته إلى مثواه الأخير. أيضا نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة عيت الشعب وغارتين على بلدة طير حرفة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. كما سجلت غارة إسرائيلية عبر طائرة مسيرة استهدفت بلدة حولة. هذا على صعيد الغارات. أما إذا أردنا التحدث عن القصف المدفعي فيمكننا القول أن القصف المدفعي استهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة وكذلك بلدة ميس الجبل، فيما سجل استخدام القذائف الفوسفورية عبر استهداف بلدات العديسي وكفر كلا وبني حيان ومركبة، ما أدى إلى اشتعال بعض الحرائق. من المفيد الذكر أن إسرائيل تتعمد استخدام هذه أحمد القذائف. اسمح لي مضطرون أن نتحول إلى الزميل صلاح الخزاعي في بغداد لموافاتنا بتفاصيل الفعالية التي انطلقت لديه، تفاصيلها معك صلاح، تفضل.
مرحبا محمد، نحن هنا في قلب العاصمة بغداد في ساحة التحرير تحت نصب الحرية. هذه وقفة تضامنية منظمة ثقافية دعت الشبيبة العراقية إلى هذه الوقفة اليوم تلبية لنداء الشهيد إسماعيل هنية الذي كان قد دعا إلى وقفات تضامنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الشبيبة في هذه الوقفة يعني تسمعون الشعارات التي يرددوها: كلا كلا أمريكا، وكلا كلا إسرائيل، وكلا كلا يا محتل، يقصدون به القوات الأمريكية. وأيضا كان هناك بيان يعني تلاه أحد المشاركين في هذه الوقفة التي يشارك فيها مجموعة من الشبيبة العراقية، يرفعون الآن الأعلام الفلسطينية، صور لقادة محور المقاومة وأيضا صور للقادة الشهداء. جزء من فقرات البيان محمد الذي تلاه ممثل المشاركين في هذه الوقفة تضمن مجموعة من النقاط، أهمها هي دعوة القوى الوطنية العراقية للعمل بشكل جاد على إخراج القوات الأمريكية من العراق، الاستمرار وتوسيع دائرة المقاطعة للمنتجات الأمريكية ولكل الدول المطبعة مع إسرائيل. وأيضا كانت هناك مطالبات بتجديد هذه الوقفات وبتكرار هذه الوقفات في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة. أيضا البيان أكد على أن ما يجري الآن في المنطقة وما تتعرض له غزة من إبادة يستدعي وقفة العالم باتجاه أولا وقف هذه الإبادة، وأيضا يعني محاسبة الذين تسببوا بهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي يباد شيوخا ونساء وأطفالا تحت آلة حرب لا يعني لم تمنعها لا القوانين الشرعية الدولية كما ذكروا في البيان الذي تلي محمد. وأيضا هم يستنكرون كل الأفعال والجرائم التي تقوم بها إسرائيل، لا سيما محاولات الاغتيال الأخيرة للقادة الشهداء في يعني سواء اغتيال الشهيد إسماعيل هنية أو الشهيد فؤاد شكر. ها هي صورهم. سأتحول أيضا بعد شكرك صلاح إلى الزميل محمود دواثق في إسطنبول، وهذه الوقفة الاحتجاجية أيضا لديه. تفضل محمود مع المزيد من التفاصيل. هل تسمعني محمود؟ تفضل. نعم أسمعك. تفضل. يعني هي أجواء حماسية هنا في ميدان آيا صوفيا وسط مدينة إسطنبول. آلاف الأتراك يتوافدون إلى ميدان آيا صوفيا للمشاركة في فعالية ومظاهرة كبيرة جدا دعت إليها منظمات إنسانية، أحزاب إسلامية من مختلف التوجهات. الأتراك يتوافدون إلى هذا الميدان استجابة لنداء حركة حماس للمشاركة في الفعاليات والمظاهرات المنددة بالكيان الإسرائيلي. من المتوقع بعد نصف ساعة من الآن أن يشهد هذا الميدان عدد كبير من الأتراك للمشاركة في هذه الفعالية الضخمة التي انطلقت قبل ساعة ونصف من الآن. أناشيد تبث باللغتين العربية والتركية للتضامن مع القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني والتضامن مع المقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. الأعلام الفلسطينية هنا والعلم التركي يرفرف هنا في هذا الميدان، ومشاركة كبيرة بطبيعة الحال من الأتراك، هؤلاء الأتراك الذين لم يهدأوا منذ 7 أكتوبر. كثير من المدن التركية والمحافظات التركية تشهد بشكل يومي تقريبا فعاليات ومظاهرات ومسيرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بحق المدنيين. هنا المتظاهرون الأتراك يرفعون صور لقادة المقاومة الفلسطينية وبطبيعة الحال صور لإسماعيل هنية وأيضا صور لضحايا الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون وباستمرار من قبل
القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هناك شعارات وهتافات تندد بالصمت الدولي وصمت المنظمات الحقوقية وصمت الدول الإسلامية والعربية على ما يجري بحق الفلسطينيين، بحق أطفال فلسطين وبحق المدنيين الفلسطينيين. وأيضا مطالبة في الكلمات التي ألقيت حتى الآن والشعارات المرفوعة حتى الآن، مطالبة بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الإسرائيلي، والدعوة أيضا للتضامن والانتصار ونصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يقاوم في جبهات القتال ضد القوات الإسرائيلية، والتنديد أيضا بجرائم الاحتلال بكل أشكاله وبكل أنواعه، في سواء كان في فلسطين أو في لبنان. هتافات وشعارات منددة بسلوك الإسرائيلي، بممارسات الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. شكرا لك محمود واثق، أيضا شكر للزميلين صلاح الخزاعي وأحمد عبد الله. إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 2500 عملية عسكرية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم. ونشر الإعلام الحربي في المقاومة فاصلا بعنوان 300 يوم وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. إلى ذلك، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن مطار بن غوريون في تل أبيب شبه خال من المسافرين، وانتشرت صور للمطار تظهر عددا قليلا من المسافرين داخله فيما يبدو معظم الأقسام فارغا. يأتي ذلك في ظل التخوف من الرد الإيراني والمقاومة الإسلامية في لبنان وحركات محور المقاومة. على وقع الانتظار الإسرائيلي المستمر لرد محور المقاومة على الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، تزاحمت الأسئلة والشكوك بشأن جدوى الاغتيالات والعمليات التكتيكية التي تنفذها إسرائيل في ساحات متعددة، ولا سيما التشكيك في تأثير هذه العمليات على تغيير الواقع الاستراتيجي للصراع مع محور المقاومة. هل هذه الاغتيالات تغير الواقع الاستراتيجي؟ الجواب قطعا لا. نحن في حرب مع إيران منذ أكثر من 10 أشهر. الحرب بحسب رؤيتهم ناجحة جدا، ونحن في حرب على 7 ساحات، وهذا الأمر ينهك الجيش الإسرائيلي والدولة. ولدى محور إيران إنجاز في اليد يتمثل في حزام أمني وإخلاء 70,000 شخص من الشمال. جردة الحساب التي تقدمها أوساط سياسية ومهنية حول صورة الوضع القائم في ضوء التطورات الأخيرة تثبت برأي خبراء ومعلقين أن ميزان المعركة العام لا يميل لصالح إسرائيل، وأن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف الحرب. نحن منذ 10 أشهر في وضع صعب. في الشمال أفرغنا بلداتنا وعشرات البلدات مهملة ومئات الآلاف نزحوا. لم يحصل هذا الأمر منذ قيام الدولة. لدينا أكثر من 100 إسرائيلي في الأسر، فيما الأهداف الكبرى للحرب حتى الآن لم تتحقق.
خبراء لفتوا إلى أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ولا سيما سياسة الاغتيالات لا تخدم استراتيجية إسرائيل ولا تخرجها من أزمتها، حتى إنها تفضي إلى نتائج معاكسة، فهي تسهم في توحيد محور المقاومة من جهة، ومن جهة ثانية تفتح في وجه إسرائيل حرب استنزاف على 7 جبهات وتضعها في موقع المنتظر لتلقي الضربات. دبلوماسيون أمريكيون وعرب يجدون صمتا غاضبا من إيران وحزب الله. هل أقفلت الخطوط الساخنة وقضي الأمر بالرد الحاسم المدروس؟ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دبلوماسي إيراني تأكيده أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر وأن الرد الإيراني سيكون سريعا وثقيلا. الدبلوماسي الإيراني قال للصحيفة أن المحاولات التي تبذلها بلدان مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت بلا جدوى ولا تزال كذلك في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وفي هذا السياق تشير الصحيفة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لرد إيراني شديد، حيث يواجه الدبلوماسيون الأمريكيون والعرب الذين يعملون على منع دوامة العنف صمتا غاضبا من إيران وحزب الله ودائما وفق تعبير الصحيفة. بالتوازي، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية ستتجهان إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمر. وزارة الدفاع الأمريكية كانت كشفت أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محل حاملة الطائرات ثيودور روزفلت في الشرق الأوسط. وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ إسرائيل إجراءات إضافية تشمل تغييرات حالية ومستقبلية في وضع القوة الدفاعية التي ستتخذها الوزارة للدفاع عن إسرائيل، وهذه الخطوة قد تشمل نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد. إلى قطر، حيث بحث أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني مع محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية والدولية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية. جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الدوحة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تطرق إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية من دون ذكر تفاصيل أخرى. عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أكد أن اغتيال الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لن يضعف موقف الحركة ويدفعها إلى تقديم تنازلات للاحتلال في المفاوضات، مشددا على أن الاغتيال لا يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. نتنياهو يعتقد أن اغتيال الأخ القائد إسماعيل هنية والعمليات التي يقوم بها داخل قطاع غزة يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات وخارج طاولة المفاوضات، ولكن نتنياهو واهم. حركة حماس ستبقى صلبة، تحافظ على ثوابت وحقوق شعبها، ولن تقدم تنازلات تخصم من رصيد الشعب الفلسطيني. شهد كثير من المدن والبلدات الفلسطينية تظاهرات إحياء ليوم غزة والأسرى الذي كان القائد إسماعيل هنية دعا إليه. وفي السياق، نظمت مسيرة حاشدة جالت شوارع مدينة بيت لحم، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى، ووجه المتظاهرون تحياتهم إلى جبهات الإسناد من لبنان واليمن والعراق وإيران. نقف اليوم موحدين تحت راية علم فلسطين لنقول للعالم أجمع من أنه كفى صمتا وعجزا وشللا في هذه المنظومة الدولية التي تقف عاجزة أمام وقف حرب الإبادة الجماعية التي تنفذ بحق أهلنا في قطاع غزة. نرفع راية الوحدة الوطنية بعد أن فقدنا أهم الرجال وأعز الرجال وأكملهم إخلاصا وطنية الشيخ أبو العبد هنية. ولمناسبة اليوم العالمي لنصرة غزة، نظمت تظاهرة حاشدة في مدينة الخليل تنديدا بحرب الإبادة على القطاع ونصرة للأسرى. المتظاهرون جابوا شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى والشهداء،
كما رددوا شعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب أهالي غزة والأسرى الفلسطينيين. إلى اليمن، حيث شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات عديدة أنشطة ومسيرات ووقفات تضامنية في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين. ودان المتظاهرون في بيان موحد للمسيرات التضامنية ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم، مؤكدين استمرارهم في دعم المقاومة الفلسطينية. أحمد زبيب. استجاب اليمنيون لدعوات القائد إسماعيل هنية قبيل استشهاده بأيام ليكون 3 أغسطس آب يوم غضب عالمي نصرة لغزة والأسرى الفلسطينيين، وخرجوا في هذا اليوم في حراك متواصل داعين إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى. يخرج الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية ليشارك أحرار العالم الذين يخرجون في كل العالم استجابة لدعوة المجاهد الكبير الشهيد إسماعيل هنية الذي دعا أن يكون هذا اليوم يوم غضب، يوم 3 أغسطس يوم غضب وتضامن. ومن هنا نأكد من أمام مبنى الأمم المتحدة أننا مع الأسرى الفلسطينيين ومع قضية فلسطين حتى النصر بإذن الله وحتى اقتلاع الغدة السرطانية. مشاركة يمنية فاعلة في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين هنا أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وعلى غرار هذه الوقفة تتوزع في المديريات والمحافظات الأخرى وقفات وفعاليات متعددة تحت العنوان نفسه. المسيرات والوقفات التضامنية المتعددة التي جابت العاصمة ومديرياتها العشر دعت إلى فضح إسرائيل وممارساتها بحق الأسرى، كما دعا بيان عن المسيرات الأنظمة العربية خصوصا من لديها سجناء من حركات المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق سراحهم. ندعو أنظمة الخيانة التي لديها سجناء من حركات المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق سراحهم فورا، وإلا وألا يشاركوا الكيان الصهيوني جرائمه فيكونوا بنفس المستوى من الدناءة والانحطاط والظلم للشعب الفلسطيني. وأكدت المسيرات استمرارها في مسار الجهاد إذ هو حل وحيد لمواجهة إسرائيل، داعية إلى ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة للضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب والحصار على قطاع غزة على نحو كامل. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. في ختام هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.